داود النبي والملك. اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. الرب راعي فلا يعوزني شيء، هكذا قال داود وكتبت يداه. الخطية أفقدت الملوك الكرامة، والحياة أسلمت العظماء للخزي والعار، وقد جعلت الله يحجب وجهه عنهم. ولماذا كان كل هذا؟ إن الأمثلة كثيرة ولا حصر لها ولا إحصاء لقتلاها. انظر إلى داود النبي والملك العظيم لنأخذ عبرة ونعي الدرس جيدا. مرنم إسرائيل الحلو الذي كان يسلك حسب مشيئة الرب وقلبه وأحكامه بلا لوم، عندما أطاع شهوة قلبه وأسلم نفسه للخطية تاه عقله وأخذ امرأة أحد رعاياه وقتله. رأيت ورقة مكتوب عليها الآتي: واختطف داود بتشبع امرأة أورية بطريقة مخجلة قاسية. فمن هو داود هذا؟ أو من المقصود أيها الملك؟ وهل أحد اختطف امرأة لها هذا الاسم سواك، كاسرا بذلك كل قوانين الحياة والوقار والأداب العامة والسلوك العادي؟ كيف فعلت ذلك أيها الملك العظيم؟ فقد أعطاك الله بيتا عاليا ومنزلة فوق الكل وأعلى الجميع لترى وتشفق وتنظر وتستر وتبصر وتحنو، ولكن ما حدث كان غير ذلك وخالف المتوقع أو المفروض أن يكون، واتخذت من علو منزلك ومنزلتك سبيلا للتلصص لكي تذبح رعية الله البسيطة وتهلكه وتأكل ما ليس لك. ولكن لماذا سمحت أيضا لنفسك بإضافة الغرباء؟ الغرباء جدا، لأن هذا خطأ فادح، والأكثر خطورة قد قدمت لهم أولاد الله ذبيحة وطعاما. عندما دخل الغرباء جسدك وأثاروا الغريزة المرة استحلوا باقي الرعية ودم الخراف. قد جاءوا إليك من أجلك، هكذا قالوا وخدعوك، فأفسحت لهم الطريق وتركت المجال والباب على مصراعيه. ولماذا التضييق إذن بينما الكل في خدمة الملك ولذاته؟ آه يا سيدي داود، فلقد أعطاك الله كل شيء، الملك والغنى والكرامة، وقد جعل مهابتك على كل من هم حولك، فقد كنت كآدم في الجنة ولك سلطان واسع على الجميع، ولم يمسك عنك شيئا. وكانت بتشبع امرأة أورية بمثابة شجرة معرفة الخير والشر، ومددت يدك على المحظور وخالفت الله دون حاجة، فهل قالت لك الحية لن تموت؟ اسمع يا سيدي داود قول القديس بطرس الرسول: ارعوا رعية الله ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. وهل ما فعلت أيها الملك يطابق ذلك ويضاهي المكتوب؟ كنت راعيا ناجحا جدا مع القطيع، فلماذا تهاونت مع الخراف الناطقة والقطيع الصغير وبددت أسرة كاملة وجلبت دما بريئا على بيتك وكل المملكة؟ نحن نعرف جيدا أنه عندما تهاجم الذئاب الخراف تسرع فتحتمي في الراعي، ولكن لو كان الراعي هو الذئب فلمن تلتجئ الخراف وبمن يحتمي القطيع الضعيف؟ لك الراعي الصالح أيها الخراف الصغيرة الذي يبذل نفسه كل حين. آه أيها الملك داود، فعلا عندما ينسى الإنسان أنه كلب ميت وأنه برغوث واحد يفعل ذلك وأكثر، ويصير وحشا كاسرا يتحرك بالغريزة واحتياج جسد حيوان ويلتهم حتى صاحبه. المهم في وسط كل هذا لا أنسى أن أسألك: أين قيثارتك أيها الملك المرنم حسن الصوت وشجي الترتيل؟ أين الأرغن والمزمار؟ أين العود وأوتار القلب النقية التي كانت لك؟ أين صوت العود ذهب وصدى نواح النايتة؟ أين العود والذي كانت تهرب منه الشياطين وتخاف؟ أين كان المزمار مهملا والأرغن متروكا وقت الخطية وفعل الرذيلة؟ وكيف هان عليك أن تترك آلات التسبيح والحمد وعلاقة قربك من الله
وقرب الله منك. لا تضع يدك على فمي وتمنعني أن أسألك بصدق، إني أراك في خجل عظيم وأنا أيضا في حياء شديد، ولكن لا بد من إجابة على ما ألقيته بمسامعك من أسئلة. اسمح واسمع لي يا سيد الملك العظيم، جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. وهل هذا يتفق مع ما جاء في رسالتك؟ اجعلوا أوريا الحثي في وجه الحرب الشديدة فيضرب ويموت. كيف إذن أيها الملك فعلت ذلك وكتبت تلك؟ كيف وصلت اليد التي كتبت المزامير والتراتيل المقدسة أن تجرؤ وتتجرأ وتكسر وتتجاسر أن تكتب رسالة كهذه؟ ومتى خرج من عين واحدة ماء حلوا ومرا وخالف المألوف على غرار ما كتبه القديس يعقوب الرسول؟ كيف وصل مرنم إسرائيل وملكها إلى أن يسلم رعيته لتقتل بسيوف الغرباء وسهام بني عمون وحجارة الغلف؟ آه أيها الملك العظيم، كنت أظن أنك من القليلين الذين لا يفعلون هذا الشر وتلك الخطية أبدا. لماذا؟ إن عطايا الله لك لا يحصى لها عددا، فمتى وكيف نسيت كل هذا؟ ثانيا، هل نسيت أن الله قد أتى بك من وراء الغنم لترعى غنمه وخرافه الناطقة؟ ثالثا، ثم أين لك الوقت لكي تفكر في الشر وتفعل الخطية بينما المسؤولية هذا مقدارها والهموم لا تنتهي والمشاكل لا تحصى؟ رابعا، وهل يوجد شيء لم يعطيه لك الله ويهبك إياه لكي تأخذ ما ليس ملكك ولا لك فيه نصيب؟ خامسا، بصدق إني أرى أنه لم يكن داع أبدا لما فعلت، لأنه لا عن حرب ولا ضغط جسد، بل قد تهاونت وتركت التابوت بين الغرباء وتركت رعيتك وقت الشدة، فتركك الله لنفسك فسقطت، وقد أحببت المحرم فحرمت نفسك من الله، وإن كان لبعض الوقت وإلى حين. سادسا، هل نسيت من قتل جليات بحجر من الخمسة الملس؟ وهل هذا عمل إنسان أم أن الحرب للرب كما قلت؟ لا تبكي يا سيدي وتنوح، أنا آسف أيها الملك داود، أظن أنك كنت في اللاوعي مسلوب الإرادة وقت وقوع الخطية وفعل الخيانة ونهب طعام الفقراء ونعاج المساكين، ولكن ألومك أيضا إذ كيف وصلت إلى اللاوعي ومتى بينما أنت القائد والنبي والمصلي والملك؟ تعال معي أيها الملك داود لترى هذه المقارنة العجيبة، لتتأكد بنفسك من وضاعة وضعك وما وصلت إليه دون مبرر ولا حجة، وكيف انتصر فيك أحد الرعية على الراعي وفاز الخروف على راعيه. تعال وانظر أيها الملك، أنت وأوريا الحثي، بصدق أنني في خجل شديد أن أضع أحد رعاياك في مقارنة معك وفي كفة أمامك، بل وكفته راجحة. المهم، أوريا يحارب حروب الرب بينما أنت نسيت الله وحنست بالعهد، هو تحت أسوار بني عمون رابض بينما أنت مسجع على وسادة الخطية نائم، هو يجري وراء التابوت بينما أنت تسرع خلف هواك وتلهث، هو يزيل العار عن إسرائيل بينما أنت جلبت الخزي على كل المملكة، هو بين المقاتلين في الحرب بينما أنت وسط المقتولين من شهوتهم، قد فقد بعض توازن الجسد عندما سقيته الخمر بمكر، ولكن لم يغب قلبه وعقله أبدا عن التابوت لحظة واحدة بدليل أنه لم يذهب إلى بيته كما دبرت له ورسمت، لم يفقد صوابه أبدا حتى وهو في أشد سكره، ولم تكن أنت على صواب أبدا بينما أنت تخطط للخطية وقتله. عندما ضيقت عليه الخناق ليذهب إلى بيته لم يجد وسيلة ينجو بها إلا أن يقسم بك ويحلف بحياتك أيها الملك، حياتك التي لا تستحق الحياة وقتئذ. انظر يا سيدي كيف كانت حياتك في نظر رعيتك البسيطة وشعب قدوس إسرائيل،
لقد كانت قسم كالآلهة وحلفا كالمقادس ومذبح الرب. في سكره نام مع بيدك ولم يذهب إلى بيته، لأن الله أراد أن لا يسترك طالما أنت حنست بعهدك وكسرت الوصية وتعريت. وإن كان من المفروض أن تستر أنت رعيتك وكل بني إسرائيل وتغطيها. والآن صوت دم أوريا الحثي يصرخ في ألم وضيق من تحت أسوار مدن العمونيين ويقول: ليت قتلتني أنت أيها الملك أو أحد شعب الله، فلقد تركت الغرباء الوثنيين ينتصرون على شعب الله بخيانتك، فكنت كعموني أغلف ساكنا وسط إسرائيل وذئب في ثياب حمل، وكنت كعخان ابن كرمي باسم داود هذه المرة. والآن فشهامة أوريا تدينك، والخطية تنظر وتشمت، والحية تبصر وتضحك، وأنت الضحية. من ينشغل بالله في النهار ينشغل الله به ليلا، أن يحرسه في نومه. وإن كانت دموع المزامير وصوت نواح الناي وبكاء الأرغن تشهد وتشفع لك للآن وإلى آخر الدهور على أفواه كل المصلين وأبناء داود الروحيين، وها بسبب الخطية والتسلية البطالة وترك التابوت صارت الدموع غذاء الملك نهارا وليلا. بسبب الخطية لصقت بالتراب نفس الملك، بسبب الخطية صرخ في ألم: انزع عني العار والخزي. لكن اشرح لي كيف وصلت إلى هذا الحد وذاك المستوى من الضعف، التهاون والاستهتار لا غير. آه يا ملك إسرائيل، فلم تمتلك نفسك أمام امرأة، فامتلكك الشيطان بنفس الدرجة وأكثر، وقد فعل بك كما أراد وأحبها. رحمتك يا رب.